عود مرة أخرى لنجومنا الكبار، نجوم الاستوديو التحليلي. كابتن علاء ميهوب، شفت إزاي أداء النادي الأهلي ككل على مدار الشوطين؟ يعني واختلف الأداء طبعا الشوط الأول الشوط الثاني، تغييرات طبعا كتير جدا، بس ده أمر طبيعي، ما ينفعش في حد يكمل المباراة كلها، لكن غالبا كله لعب 60 دقيقة بالظبط. يمكن الشوط الأول مجمل كرة أحسن، كان الشكل أحسن بكتير، لكن الشوط الثاني يمكن الهدفين حتى مش ملعوبين من الجونة، يعني أخطاء من الأخطاء الدفاعية، يعني ضربة جزاء وفي هدف عكس مع أحمد فتحي ويمكن علي لطفي، يعني أعتقد لو كان علي وقف في الجول كان أعتقد يعني كان يبقى أسهل إنه يمسك الكرة، مش صعبة. لكن الشوط الثاني على فترات الاهلي بيلعب كوره كويسه، سيبك النتيجه طبعا ممتازه 5-2، نتيجه عاليه جدا، وعلى فترات ثانيه الاداء بيقل، لكن الحاجه الملفته للنظر ان فريق الجونه شو يعني نص الشوط الثاني الخطوط كلها تقريبا كانت اتفتحت تماما، النادي الاهلي كانت فيه مساحات كتير جدا ودايما كل الكرات كانت خطر قوي. عجبني اداء مجدي محمد مجدي قوي، صحيح عامل الشوط الثاني عامل اداء حلو قوي، عامل كمان الجول الاخير لبادجي حلو قوي، شايف الملعب كويس قوي، سيبك ان في مساحات الخط الدفاع واقف وحش قوي، لكن محمد مجدي عجبني يمكن ومكمل وجايب هدفين حتى لو واحد ضرب الجزاء انما مكمل. لا انا عاجبني قوي يمكن محمد مجدي، يمكن اكتر لعيب ادى في الشوط الثاني. احمد الشيخ برضو يعني على فترات شويه، لكن هو الشوط ده تقريبا يعني انا عاجبني احمد مجدي قوي، وزي ما بقول لك المساحات موجوده الشوط الثاني كتير قوي بعد الهدف الثاني، ده هدف محمد مجدي تكمله كويسه قوي. والحلو في الجول ده ايمن ان مجدي محضر هيعمل ايه، يعني فاهمني هو واقف وشايف، يعني هو واقف ومقرر هيعمل ايه الكره، لو جات له وعارف هيعمل ايه، لسه مش هياخد وقته ويفكر وكده، عشان كده ما اتلعبت نكمل الصوره، عشان كده ما اتلعبت نكمل مع بعض نكمل الصورة. نكمل يا بيبو، عشان كده بص يا ايمن ما خدش وقت، هو عارف هيعمل ايه ببطن رجله في الزاويه البعيده، حلو قوي، متوقع ان الكره هتجيله، هو متوقع الكره تيجي ودايما محضر، انا ممكن متوقع بس انا مش عارف هعمل ايه بعدها بالزبط. لكن هو محمد مجدي متوقع ان الكره تيجي هنا ومحضر بعدها يعمل ايه، عشان كده ما خدش وقت، الكره جت بطن رجله سهل جدا، هدف محمد مجدي وكان قبلها ضربه جزاء. الفينش ده بتاع مهاجم متميز سالنا طبعا عارف اسال مين غيرك وانا لا ومعانا واحد برضه راجل صغير مهاجم سوري يا كابتن.